سمتنا علشان نبدأ الميزيال والديستال اسبكت لازم بحدد الماكسيمم كونفيكستي لاين عندي هيكون مقاسه عند فين. الماكسيمم كونفيكستي لاين هو مقاس الكارفينج تايمز 4، فمقاس الماكسيمم كونفيكستي بتاع الكارفينج كان 2 مليمترز هعمل له تايمز 4 فهيبقى 8 مليمترز. طيب عندنا مقاس تاني كمان بنستخدمه هنا عشان السنة دي لور، اسمه اللينجوال انكلينيشن. اللينجوال انكلينيشن ده بنعمله في الكارفينج 1 مليمتر، فلما نضربه في 4 هيبقى 1 تايمز 4 اللي هو 4 مليمتر. اللينجوال انكلينيشن ده موجود في كل اللور تيس، يعني انا خطوه اللينجوال انكلينيشن دي بعملها في كل السنان اللور اللي هعمل لها دروينج. طيب اول حاجه هنطلع 8 مليمتر من السيرفايكال لاين لفوق جوه الكراون وارسم الماكسيمم كونفيكسي لاين. مش هرسمه على الميزيال اسبكت بس، لا انا هرسمه على الميزيال والديستال اسبكت مع بعض علشان مره واحده بقى ما اقعدش كل شويه اقيس كده. الرسمه عندي جاهزه ان انا ابدا احط مقاسات الثيكنس اوف ذا نيك اللي هي هتبقى 11 و11 والthickness of the crown اللي هتكون 13 و13. لو تاخدوا بالكو انه الthickness في اللور anterior teeth اكبر من الwidth في اللور anteriors عكس الupper anteriors، يعني الupper anteriors الwidth بتاعها اكبر من الthickness. هنرجع هنا 4 مليمتر من الميدلاين ناحية اللينجوال عشان نعمل اللينجوال inclination، فانا مش هوصل بالميد لاين الرسمه، لا انا هوصل بالنقطه بتاعه اللينجوال انكلينيشن دي. يبقى احنا رجعنا 4 مليمترز من الميد لاين ناحيه اللينجوال. تمام، نبدا نوصل بقى الاوت لاينز بتاعتنا برضو ستريت ستريت ستريت، وبعد كده هنعمل الموديفيكيشن في الرسمه بعد ما اعمل انيشال دروينج. نبدأ بقى نمسك القلم بتاعنا الرصاص بتاعنا التخين ونمسح ونبدأ نعمل موديفيكيشن وراونديشن في الدروينج بتاعتنا. هو ستريت من فوق، كونفكس عند الماكسيمم كونفكستي، كونفكس عند الانسايزل ريدج، بعد كده سلايتلي كونكيف عند اللينجوال فصة، بعد كده كونفكس عند السنجلم. بعيد تاني بالقلم الرصاص بتاعي كده على الرسمه علشان نطلع الاوت لاينز بتاعتي بتاعه الميزيال اسبكت مظبوطه. نمسح اي خطوط طلعت بره، نزود شويه الكونفكسيتي بتاعه الانسايزر ريدج، يعني نبدا نعمل موديفيكيشن لحد ما الرسمه بتاعتنا تظبط. كده خلصنا الكراون، نيجي بقى للسيرفايكال لاين. السيرفايكال لاين مقاسه هنا عندي كام؟ 12 مليمتر، فهنطلع هنا بالكيرف بتاعنا ونوصل بالنقطة اللي عند 12 مليمتر، نحط الكيرف بتاعة السات فيز بتاع السيرفايكال لاين بتاعنا. نظبط الكيرف بتاعه كده. كده خلصنا كراون، نخش بقى في الروت. الروت بتاعنا زي ما تعودنا في كل الرسومات هيكون parallel outlines لبعض، straight نازله parallel لبعض لحد نص طول الروت تقريبا، وبعد كده يبدا يحصل له tapering او يبدا يضم على بعض ويبدا يضيق لحد ما يوصل للايبكس بتاعتنا اللي هتكون منتهيه في شكل ايه؟ بلانت ايبكس، بتكون مدوره مش بوينتد زي الليبيال واللينجوال اسبكت. نعيد تاني بالقلم السن التخين على الرسمه ونبدا نعمل موديفيكيشن في الانيشال دروينج بتاعنا. نبدا نلف على الرسمه بالقلم بتاعنا السن التخين علشان نداري اي ريجولاريتيز حصلت واحنا بنرسم الروت. كده مش فاضل لنا غير ان احنا نحط الكونتاكت اريا. الكونتاكت اريا الليفل بتاعها بيكون في الانسايزر 1/3 في اللور لاترال انسايزر، وفي عندنا حاجه مهمه قوي، عندنا ديفلوبمنتال ديبريشن في الميزيال اسبكت بطول الروت، يعني ماشي على الروت بطوله
من بعد السيرفايكال لاين كده لحد الايه الايبكس، لحد قبل الايبكس. فبعمل ديبريشن بسيط، يعني برسم خطوط وامسحها واعمل زي شيدنج كده مكانها، او ممكن ارسم خطوط خفيفة خالص وممسحهاش يعني عادي. يعني ده بنسميه developmental depression، موجود على الميزيال اسبكت بتاع الروت. طبعا ما ننساش نحط الليبل بتاعة الميزيال contact area علشان ما تنقصوش على اي ليبل تنسوها في الامتحان، والليبل بتاعة الميزيال developmental groove او developmental groove اللي موجود على الروت. ده بالنسبة للميزيال اسبكت. طيب الديستال اسبكت هيبقى ميرور ايمج ليه بالظبط، يعني هيبقى اخوه. فهنعمل ايه؟ هنحط المقاسات بتاعتنا. الثيكنس اوف ذا نيك كان 11 و11، الثيكنس اوف ذا كراون كان 13 و13. نحط البوينتس بتاعتنا. طبعا ما ننساش نعمل البوينت بتاعت اللينجوال انكلينيشن، هنرجع من الميد لاين 4 مليمترز ناحية اللينجوال ونحط نقطة، لان هي دي اللي هنوصل بيها الانسايزال ايدج، علشان الانسايزال ايدج عندي هنا انكلاين توورد اللينجوال. نبدأ بقى نرسم الاوتلاين بتاعنا، كونفكس في سلايتلي، كونكيف في ستريت ناحية الليبيل. طبعا ده الانيشيال دروينج. بعد كده ايه؟ نبدأ نعمل بقى موديفيكيشن according للاناتومي، اللي هي ايه؟ كونفكس عند الانسايزر ريدج، بعد كده كونكيف عند اللينجوال فوسطة، بعد كده كونفكس عند السينجلام، وننزل بعد كده عند الليبيال اسبكت ستريت لحد الماكسيمم كونفكسي اللي عند فين؟ اللي عند السيرفايكال ريدج. ننزل باللاينز بتاعتنا straight lines parallel لبعض لحد نص الروت، tapering من نص الروت لحد الapex، تنتهي في blunt apex. نبدأ بقى نمسح الخطوط اللي جوه الرسمة علشان نرسم الاناتومي بتاعتنا. هنيجي بقى هنا عند الانسايزال ايدج، هنرسم الانسايزال ايدج الديستال. يعني ايه انسايزال ايدج الديستال؟ مش انا هنا عندي الانسايزال ايدج اقصر من الديستال سيرفيس عن الميزيال سيرفيس، فهنيجي هنا ننزل من الانسايزال اسبكت من الانسايزال ايدج 4 مليمترز وهنرسم كيرف. ايه الكيرف ده؟ ده الانسايزال ايدج انكلينيشن، يعني ده جايب لك الميل بتاع الانسايزال ايدج. شايفين كده؟ شايفين المنظر واضح ازاي؟ ان انا هنا ببين انه الديستو انسايزال انجل اقصر من الميزيو انسايزال انجل. طبعا رسمنا الكونتاكت اريا، الليفل بتاعها باين هنا ان هي مور سيرفايكل، يعني نازله شويه عن الليفل بتاع الميزيال اسبكت، وده لازم يكون باين لما اكون رسمه الرسمتين جنب بعض. الحاجة كمان لازم تكون باينة السيرفايكال لاين. السيرفايكال لاين دلوقتي هنعمل مقاسه كام؟ 8 مليمترز. فبنطلع ونرسم الساد فيس بتاعنا، لازم بيبان انه في سيرفايكال لاين اقصر من التاني. نيجي بقى على الروت، هناك في الميزيال كنا عاملين ديبريشن، هنا بنعمل جروف، يعني بنتقل على الخط اللي احنا عاملينه ده، لان الديستال اسبكت في جروف مش ديبريشن زي الميزيال اسبكت. لازم يكون الفرق باين ما بين الاتنين كده، زي ما انتوا شايفين واحد جروف وواحد ديبريشن. الديبريشن دايما بيكون في الميزيال والجروف دايما بيكون في الديستال، يعني دايما بيحصل اكسنتويشن للديبريشن في الديستال اسبكت ويبقى جروف. طبعا ما ننساش نحط الديستال كونتاكت اريا ليبل علشان ما تنقصوش عليها في الامتحان. نخش بقى على الانسايزال اسبكت، اخر اسبكت معانا. بنحط الليبلز بتاعتنا ليبيل لينجوال واي واحد ميزيل واي واحد ديستال عادي، مش فارقه خالص في الانسايزال اسبكت.
هنجيب بقى المقاسات بتاعت الانسايزال اسبكت منين؟ بنستخدم طبعا مقاسات الايه الويدث اوف ذا كراون والثيكنس اوف ذا كراون. طيب الويدث اوف ذا كراون عندنا هنا كام؟ هو المقاس اللي بنحطه بالعرض زي ما اتفقنا. الويدث اوف ذا كراون هيكون 11 و11، فهو ده المقاس اللي هنحطه على ناحيتين الميد لاين. لكن المقاس اللي هنحطه فوق وتحت الميد لاين هو الثيكنس اوف ذا كراون. الثيكنس اوف ذا كراون هيكون 13 و13. المقاس اللي بالعرض هو الويدث والمقاس اللي بالطول هو الثيكنس. تمام، نيجي على ناحيتين الميد لاين نحط 11 و11، وفوق وتحت الميد لاين هنحط 13 و13. في هنا بقى تريك في التوصيل بتاع الانسايزال اسبكت، لان انا عندي هنا في حاجه اسمها ديستال انكلينيشن. برسم اول حاجه سيمي سيركل فوق، وبعد كده بيجي على السيمي سيركل دي بعملها شبه ستريت شويه ناحيه الديستال، يعني مش بكملها نص دايره، لا انا بعملها ستريت شويه ناحيه الديستال. طيب على السنجلم، السنجلم بنرسمه ازاي؟ بنرسم نص دايره، كنا بنرسمها في النص بالظبط تحت على النقطه اللي تحت، صح؟ لا انا هعمل لها شيفت شويه ناحيه الديستال، يعني النص دايره انا رسمتها دي مش هرسمها في النص بالظبط، لا انا هرسمها رايحه شويه ناحيه الديستال. طب ليه؟ علشان السنجلم هنا شيفتد towards الديستال. ونكمل الاوت لاينز بتاعتنا بتاعت اللينجوال، الناحيه اللينجوال تبقى كونكيف بعد السنجلم، تبقى الناحيتين بتكمل كونكيف. تمام، ده الانيشال درون. نبدا نمسح بقى ونظبط الاسبكتس بتاعتنا. زي ما قلنا بنيجي فوق عند الديستال اسبكت، وبعمل الخط بتاعي يكون ستريت شويه، بقطمه كده ما بخلوهوش يكمل سيمي سيركل عشان يبين لي الديستال انكلينيشن. شايفين ازاي؟ لازم الانسايزال اسبكت بتاعك يبان في الكاركترستيك فيتشر بتاعه اللور لاترال انسايزر اللي هي الديستال انكلينيشن، دي مهمه قوي، لازم يبان عندك الانكلينيشن في الليبيال والشيفت بتاع السنجلم في اللينجوال اسبكت. طيب الانسايزال ايدج كنا بنرسمه في النص، لا انا المره دي هنزل 1 ملم وهرسمه، وهاجي عند الديستال ايدج اميله شويه تحت كمان عشان يبين لي الديستال تويست، عشان يبان معايا الديستال تويست. بعد كده نرسم بقى الاناتومي بتاعتنا بتاعت اللينجوال اسبكت عادي جدا، اللي هي ايه؟ السنجلم والفصه اللي هي حواليها المارجنال ريدج والانسايزال ريدج والديستال مارجنال ريدج. طبعا ما ننساش نرسم الديفلوبمنتال جروفز، علشان كده نبقى خلصنا كل الليبلز بتاعتنا وكل الاناتومي اللي موجوده عندنا على الانسايزال اسبكت. حط الليبلز، ما ننساش نحط الليبلز في الامتحان، ما ننساش نكتبها كامله علشان محدش ينقص على حاجات فارغه وعلى درجات ملهاش لازمه انها تضيع منكم. هنبدا بالميزيال مارجنال ميزيال ديفلوبمنتال جروف سوري والديستال ديفلوبمنتال جروف، بعد كده الانسايزر ريدج، الديستال مارجنال ريدج، السنجلم، فاينلي فاضل لنا الميزيال مارجنال ريدج واللينجوال فوسا. وبكده نكون خلصنا الرسمة بتاعتنا، اتمنى انها تكون فادتكم، ويا رب ان شاء الله يكون معاكم في الامتحانات وبالتوفيق. ولو الفيديوهات عجبتكم اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم النوتيفيكيشنز بالفيديوهات الجديدة ان شاء الله. جود لك وسي يو سون، باي باي.